اللي هيخرجنا من حالة الإمكانيات المحدودة هو دراسة تخصصات زي علوم الفضاء وزي العلوم الزراعية والعلوم الهندسية والرياضيات. لا يمكن أن نبني وطن جديد بالواقع القديم المرير، لازم ده ننساه ونبني ونحلم عشان نقدر نغير وطن. احنا اتخلقنا في الدنيا دي عشان نتعلم ازاي نغير الواقع ده، وده اللي اتمنى ان الشباب السوداني في حركة التغيير الجديد اكيد هيقدر يعمله.